بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصل مع الأسئلة الخاصة بثنائي القطب آر سي. لدينا اليوم السؤال رقم 13. إذا السؤال خاص بجمع المكثفات. لدينا مكثفتين مربوطتين على التسلسل، سعة كل منهما سي واحد وسي اثنين، سي واحد يساوي 2 ميكرو فاراد وسي اثنين يساوي 5 ميكرو فاراد. المطلوب هو احسب السعة المكافئة للمكثفتين أي سي إكويفالون. والسؤال الثاني، ما هي ما فائدة ربط المكثفات على التسلسل؟ إذا كثيرا ما نصادف التمارين اللي فيها ربط المكثفات إما على التسلسل أو على التفرع، لهذا يطلب دائما حساب المكثفة المكافئة، بمعنى نعتبر هذه المكثفات عبارة عن مكثفة واحدة كم تكون سعتها. إذا راح نتعلموا على التسلسل، وفي الفيديو القادم إن شاء الله نتعلموا التفرع كيفاش نجمعوا المكثفات. إذا نعرف بأن في جمع على التسلسل التوتر اللاحظ هنا عندما نطبق تيار كهربائي راح يطبق توتر كهربائي بين النقطتين A و C نسموه EAC أو UCA، حيث يساوي مجموع التوترات، لأن في الربط على التسلسل لدينا قانون جمع التوترات، معنى التوتر الكلي يساوي التوتر E1 زائد E2. إذا راح نطبق هذا القانون لإيجاد السعة المكافئة، إذا لدينا حسب قانون جمع التوترات إذا لدينا UCA يساوي إلى U1 زائد U2. إذا اعتبرنا المكثفة المكافئة راح تكون محصورة بين نقطتين A و C، إذا لهذا UCA هو التوتر الخاص بالمكثفة المكافئة. نعلم أن الشحنة الكهربائية Q تساوي إلى CUC، وبالتالي إذا بغينا نخرج العلاقة نتاع التوتر من هذه العبارة، لدينا UC واش تساوي؟ تساوي إلى Q على C. إذا راح نعوض UCA و E1 و E2 بالعبارة هذه. إذا بالنسبة للمكثفة المكافئة لدينا الشحنة المكافئة على السعة المكافئة تساوي إلى الشحنة نتاع المكثفة الأولى على سي واحد السعة نتاعها زائد السعة نتاع الشحنة نتاع المكثفة الثانية على السعة نتاعها اللي هي سي اثنين. إذا رانا نطبقو في قانون جمع التوترات. كذلك لدينا معلومة أخرى اللي هي بما أن المكثفتين مربوطتين على التسلسل راح يمر بهم نفس التيار، بمعنى نفس شدة التيار راح تمر المكثفة الأولى المكثفة الثانية، وبالتالي راح تكون عندهم نفس الشحنة الكهربائية، بمعنى الشحنة التي تكتسبها المكثفة الأولى هي نفسها الشحنة التي تكتسبها المكثفة الثانية، بمعنى أن الشحنة الكلية تساوي الشحنة تاع كي واحد وتساوي الشحنة كي اثنين. إذا لدينا بما أننا على التسلسل قلنا نفس شدة التيار، وبالتالي عندنا كي إيكويفالون أي الشحنة الكلية هي كي واحد وهي كي اثنين كما قلنا، لأن شدة التيار ثابتة في الدار. ثم لدينا راح نحاول نعوض كي واحد وكي اثنين بكي مثلا، إذا اعتبرنا هادو راهم كامل متساويين نسموهم كي، إذا نعوضهم هنا راح تجينا العلاقة هذه كي على سي إيكويفالون تساوي كي على سي واحد زائد كي على سي اثنين. إذا يمكن إخراج هنا كي عامل مشترك، راح يبقى لنا واحد على سي واحد زائد واحد على سي اثنين. إذا هنا إشارة تساوي، إذا لدينا هنا نقدر نختزلو كي مع كي، إذا تبقى لنا واحد على السعة المكافئة تساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اثنين. إذا هذه العلاقة اللي راح نخرجوا فيها، بمعنى أن في الربط على التسلسل مقلوب السعة المكافئة يساوي إلى مجموع مقلوب السعات المكثفات المربوطة على التسلسل قد ما كان عندنا مكثفات واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك. إذا نطبقوا هذه العلاقة مباشرة. إذا في المثال تاعنا عطاونا مكثفتين، السعة الأولى 2 ميكرو فارد والثانية 5 ميكرو فارد. إذا لحساب السعة المكافئة نحاولوا هنا نوحدوا المقامات، لدينا واحد على السعة المكافئة تساوي إلى، إذا بالنسبة للمقام المشترك هو السي أ في السي دو،
هذا البسط نضربه في السي 2، وهذا البسط الثاني نضربه في السي 1، اذا زائد السي 1. اذا للحصول على المكثف المكافئ نديروا المقلوب، اذا تجينا الصيعه المكافئه تساوي مقلوب هذا المقدار اللي هو سي 1 في سي 2 على سي 1 زائد سي 2. اذا باختصار المكثفه المكافئه في الربط على التسلسل يمكن اعتبارها بهذا الشكل، هي جداء السيعات على مجموعها. اذا راح نديرو تعويض عددي الان، اذا السيعه المكافئه ماذا تساوي؟ اذا تساوي الى لدينا 2 ميكروفاراد زائد 5، او عفوا هنا في 5 لان الضرب على مجموعهم اللي هو 7. اذا سنجد بالحساب 1.4 ميكروفاراد هي السيعه المكافئه. اذا حسب السؤال ممكن نرجعوا للسؤال الثاني، لدينا ما فائدة ربط المكثفات على التسلسل؟ اذا كما نلاحظ هنا ان السعة اللي اعطوها لنا تاع المكثفة الاولى هو 2 ميكروفاراد والثانية 5 ميكروفاراد، ووجدنا ان السعة المكافئة هي 1.4 ميكروفاراد، بمعنى ان السعة المكافئة هي اصغر منهم في الزوج، اصغر من الاولى ومن الثانية، وبالتالي هذه احد فوائد الربط على التسلسل هو الحصول على سعة ضعيفة، اي سعة اصغر. مثلا في حالة عدم توفر مثلا مكثفة بسعة أقل يمكن جمع مكثفات على التسلسل للحصول على سعة أقل، هذه أحد الفوائد. الفائدة الثانية هي كما لاحظنا من قانون جمع التوترات أن التوتر الكلي بين طرفي المكثفتين يساوي إلى مجموع التوتر نتاع المكثفة الأولى زائد الثانية، بمعنى إذا كانت لدينا مكثفات لديها توترات معينة لتحملهم يمكن تطبيق بين طرفيهم توتر أعلى من الذي تتحمله كل واحدة على حدة. مثلا إذا كانت هذه تتحمل فرضا 10 فولت وهذه تتحمل مثلا 20 فولت وأنا احتاجيت عندي في الدار 40 فولت، إذا يمكن أن نجمعهم على التسلسل لتطبيق هذا التوتر، لأن هذا التوتر ما نقدرش نطبقه على كل واحدة على حدة. إذا هذا كان بالنسبة للربط على التسلسل. الفيديو القادم إن شاء الله نشوف الربط على التفرع. شكرا على المتابعة.